السلام عليكم ورحمة الله، أخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأفضل حال. بداية الرحلة كانت 1/8 الساعة 3 صباحا. احنا هنا كنا في مطار جواتيمالا. أول حاجة بنوزن الشنط عشان ليها وزن معين ما ينفعش ان احنا نعديه. طبعا الفجر أذن علينا واحنا في المطار، فزوجي صلى وبعد كده أنا صليت، والريتيال كالعادة عطينوها الموبايل عشان تنسى فيه لأنها ما كانتش بتبطل عياط. والرحلة بصراحة كانت طويلة جدا جدا، والفيديو طويل جدا من اولها اهو، عشان لو حد مش قادر يشوف الفيديو او مش حابب احنا بنقول اهو من اولها الفيديو طويل. اللي حابب يشوف تفاصيل الرحلة والمعاناة اللي احنا شفناها يتفضلوا، اللي مش قادر مفيش اي مشكلة. هنا كنا ركبنا طيارة جواتيمالا، اول طيارة ركبناها. طبعا احنا بنركب اكتر من طيارة في الرحلة دي، المفروض كانت تاخد من يوم ونص ليومين، لكن للأسف أخدت 4 ليالي، ودي تقريبا أول مرة تحصل بسبب مشاكل كتير. يعني الحمد لله على كل حال، وربنا يسرها معانا يعني الحمد لله. فاحنا هنا كده كنا في طيارة جواتيمالا، دي أول طيارة من جواتيمالا لبنما. دولة بنما اللي من خلالها هنقعد فيها ترانزيت، اللي هي بتبقى راحة 8 ساعات. هنا بقى الشاشة اللي قدامنا بنشوف فيها الخريطة، الطريق اللي احنا ماشيينه باقي قد ايه ومشينا قد ايه وكده زي ما انتوا شايفين، وكمان تقدروا تشاهدوا عليها اي حاجة. هنا كنا خلاص بدأنا نوصل لمطار بنما، اللي حصل فيه معاناة طويلة جدا جدا غير المعاناة اللي شفناها في جواتيمالا بسبب ان احنا معانا اطفال صغيرين. مشكلة المطارات التفتيش، بنتفتش داخل المطار، يعني كل ما نمشي من خطوتين ثلاثة لخطوة تانية بتلاقي فيه تفتيش. أنا لابسة بنوتي في حزام اللي هو بيبقى على البطن أو الظهر ده، وفي طفلة تانية كمان زوجي لابس مثلا حزام معانا لابتوب، كل ده بيتفك وأنا لازم أفك الحزام وأنزل بنتي وأفتش تفتيش ذاتي، وزوجي يقلع الحزام والأحذية بتتخلع وكل ده. فكانت معاناة ما بعدها معاناة الحمد لله على كل حال. وهقول لكم ليه كنت مختفي عنكم. ده طبعا كنا خلاص وصلنا مطار بنما وقاعدين ترانزيت، مفروض ان طيارة تركيا بعد 8 ساعات ترانزيت، بس حصل مشكلة هتعرفوها دلوقتي. انا بقى كنت بضطر ان انا اتمشي بنتي جوه المطار كده زي ما انتم شايفين، نروح الحمام ونرجع ناخد المطار تاني، نروح في اي مكان. المهم بحاول الهيها لانها مش مبطلة عياط، مش عارفة يعني ايه احنا منتظرين، هي مرهقة نفسها تنام، مش لاقي ياسين، مش لاقي حاجة. دي الشاشة طبعا بنعرف من خلالها يعني ميعاد الطائرات. طبعا زي ما انتم شايفين الريتال بقى، انتوا هتشوفوا معاناة معانا يعني، بس ده مش 5% حتى من المعاناة اللي احنا شفناها. ربنا يجعله في ميزان حسناتنا يا رب. فهنا بقى كانت خلاص رمت نفسها على الارض، هي زهقت وانا مش قادره اشيلها صراحه. يعني تخيلوا الليله كامله ما نمناش، لا ده هي هتوصل ل4 ليالي من غير نوم يعني، بس ربنا اكرمنا يعني بليله هننام فيها يعني، حصل عطله هتعرفوه ان شاء الله. هنا بقى كنا قاعدين كل ده مستنيين طياره تركيا، بنتي نامت فاضطريت ان انا افرش لها على الارض وقاعده جنبها، مش عارفه انيمها على كرسي وخلاص رجلي ما عادش قادره، ان احنا معانا شنط كمان يعني، والانتظار بصراحة يعني وحش جدا 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 يعني. فالحمد لله على كل حال. وكمان حصلت ظروف اللي هو المفروض هنوصل مصر واهلنا منتظريننا، وطبعا هنا كانت ريتال بتتناقش مع باباها وهو بيحاول يعني معاها يقول لها انت زعلانة ليه، انت كده ليه. فيعني الله المستعان يعني، كنا بنحاول على قدر المستطاع غصب عننا، كان ضغط شديد جدا علينا. البنات تعبوا جدا معانا، اطفال صغيرين والمشوار طويل جدا جدا عليهم، واحنا كمان تعبنا. المشكله ان احنا شايلين شنط غير الشنط اللي في الطياره، يعني في شنطه ما رضوش ياخدوها تحت في اللي بيبقى مخزن الطياره يعني. فاحنا هنا جرينا كتير جدا وتعبنا كتير جدا يعني، مشينا يعني. انا لو اقول لكم كنت بجري ازاي بالشنط انا وزوجي، يعني انتوا شايفين الشنط اللي في ايدينا، وريتال تعبت فعايزه تتشال، فهي مش فاهمه ان احنا مش عارفين نشيلها فبنضطر نشيلها. انتوا ما يغركمش شكل الشنطه ان شكلها صغير لكن تقيله جدا، واحنا عاملين حسابنا في ميه واكل وكده عشان الترانزيت بتاع كل مطار، عشان معانا اطفال وعشان احنا كمان ما نتعبش. فالله المستعان. هنا المفروض بقى ان احنا خلاص ايه يعني داخلين اهو على طياره تركيا اللي احنا هنركبها من بنما لتركيا، عشان بس الناس اللي بتروح لغايه السعوديه والاردن والكويت وامريكا، امريكا نفسها يعني ما يفكرش ان هو سفر طويل ولا حاجه، لا. فالله المستعان يعني. احنا هنا بقى قلنا خلاص بقى هنركب الطياره، الطياره دي المفروض ان هي 12 ساعه، فقلنا بقى ايه ان شاء الله هناكل ونرتاح وننام وكده. بس كانت المفاجاه
ان احنا ركبنا مثلا الطياره كان ميعادها هيطلع الساعه 6، جت 6:30، جت 7، جت 7:30. يا جماعه في عطل في الطياره، انتم متخيلين بعد كم المعاناه وليله كامله مفيش نوم ويوم كامل منتظرين، ونيجي بعد المغرب المفروض نركب، بيقولوا هتطلع بعد ساعتين، بعد ساعتين كمان ده في عطل ومفيش طياره النهارده. يلا يلا كله يقعد في المطار. اتوزعنا، طب هنروح فين؟ قالوا هياخدونا في فندق. تمام جميل خالص، مفيش مشكله نروح في فندق. تعالوا بقى، انت ايه ده، انتوا مصريين؟ لا مالكمش في فندق صراحه، يعني انتوا محتاجين فيزا واحنا مش معانا فيز للدوله دي. طب نعمل ايه؟ شويه خناقات على شويه مشاكل على شويه عياط مني من ورا زوجي ان انا خلاص ما عادش قادره، والبنات الاتنين بيعيطوا. يعني جزاهم الله خيرا اللي جابوا لنا كرسي يعني عشان اقدر اقعد بالبنت وترضع وكده، وريتال حاول اهدب بسكوت تاكله فين وفين، لغايه يعني ما اخدونا الفندق عشان بس بناتنا معاهم الجنسيه، يعني عشان ريتال وروزان معاهم الجنسيه فرضوا ان هم يدخلونا الفندق ونقعد. يعني ده طبعا ده سبب، لكن الفضل لله عز وجل يعني. فده كله كنا لسه في الطياره، بعد كده هنرجع ونروح مطار. بعد انتظار يعني الكلام ده كان من 7 المغرب، 7:30 لغاية 11 12 بالليل، ورحنا الفندق كمان قعدنا حوالي ساعة في الفندق تحت لغاية ما طلعونا الأوضة، وما فيش أكل لأن خلاص مطعم الفندق اتقفل. طبعا الريتال والرزان كانوا بيعيطوا كتير، المضيفات يعني جزاهم الله خيرا جاب لهم ألعاب وكده يسكتوهم. فاحنا بعد الموالدة كده هنروح الفندق، بس بعد معاناة طويلة جدا. انتم متخيلين معانا 7 شنط، 7 شنط مع شخصين معاهم طفلتين، يعني احنا هنشيل الاطفال ولا شنط؟ 7 شنط. بس الحمد لله ربنا يسرها لنا ناس من المطار شغالين في المطار نفسه، والله بقوا يساعدونا يعني هذا من فضل ربي. ودونا الاوضه الحمد لله، مش عارفه كانت الدور 19 ولا 27 حاجه زي كده، يعني الجو كان تلجي بالليل. بس صراحه على قد ما احنا كان نفسنا نتخلص من الطياره دي عشان هي 12 ساعه عايزين نخلص منها ولسه في كمان رحله وراها، الا ان احنا كنا فعلا محتاجين الليله دي ان احنا ناخد دش ونستريح. نمنا كلمه زي القتله كده زي ما بيقولوا، اللي هو النوم عميق مش حاسين بنفسنا. ويعني سبحان الله يعني الحمد لله على كل حال. جينا تاني يوم المفروض ما كانوا قايلين ان احنا هنمشي الصبح، لا قعدونا للساعه 4 العصر. فاحنا نزلنا وفطرنا في الفندق، والمفروض بقى ان احنا ايه قاعدين منتظرين، وطبعا كانوا واخدين الباسبورتات بتاعتنا اللي هو جواز السفر عشان ما حدش يفكر يروح كده ولا كده، ما هي دي دولة من افضل دول العالم من حيث النظافة والجمال كده. احنا دلوقتي كنا كده في الفندق تحت منتظرين لغاية ما نطلع الأوضة. الأوضة اللي هي عبارة يعني هي غرفة واحدة بس ما شاء الله يعني شقة هتشوفوها دلوقتي معانا. فالله المستعان يعني، والله كمية معاناة الحمد لله على كل حال ما غبتش من شوية. دي بقى المفروض ان هي الأوضة عشان احنا أسرة، بتبقى مطبخ وفي حمام جنب على قصاد المطبخ في وشه كده على طول، وبعدين الاوضه وداخل الاوضه حمام تاني، يعني ما شاء الله حاجه جميله خالص اللهم بارك يعني. والمنظر قدام الفندق اللهم بارك يعني، ان شاء الله في الجنه طبعا حاجات احلى من كده، ربنا يرزقنا واياكم الجنه يا رب. فاحنا كنا استريحنا صراحه، كنا محتاجين ان احنا نرتاح فعلا لان كده كانوا ليلتين ولسه باقي ليلتين. ويعني سبحان الله يعني كل خطوه كان فيها مشاكل كتير جدا، وبعض المشاكل دي كان ربنا يعني سبحان الله بيسرها لنا. الفندق جميل جدا جدا جدا، وقدامه اجمل جدا جدا جدا، وزوجه بيقول لو قعدنا سنين عمرنا ما كانش ينفع ندخل دولة زي دي، لان احنا كمصريين معناش الحاجة اللي تخلينا ندخل الدولة دي، ما فيش اوراق اصلا نعملها ان احنا ندخل الدولة دي. فسبحان من عطل طائرة عشان تحصل الظروف دي وندخل فندق يعني من افخم فنادق على مستوى العالم. هتشوفوا دلوقتي المنظر من بره اللهم بارك، عشان ندخل مكان زي ده احنا اصلا يعني ما كانش في بالنا. وسبحان الله احنا عشان مشاكل الرحله يعني زوجي بيقول شايف المكان جميل ازاي، بس مش عارفين نستمتع برضه عشان احنا في بالنا حاجات تانية، يعني هو كل مطار ليه مشاكله. بس ما شاء الله اللهم بارك يعني شوفوا الجمال، يعني دي المفروض ان هي اوضه يعني مش شقه، وشوفوا قدام الفندق اللهم بارك، وعلى نهايه عيوننا كده في بحر، بس هو مش هيظهر في الكاميرا يعني اللي هو اللبني ورا خالص كده هنا بحر. فاللهم بارك منظر جمالي، انا ما كنتش اتصور ان انا هكون في مكان في يوم في اي يوم من الايام، لكن الله عز وجل قادر على كل شيء سبحان. يعني من عطل طائرة وحصلت كل الظروف دي والبهدلة اللي احنا شفناها دي عشان ندخل مكان زي ده. وزوجي يعني بيقول كان نفسي ادخل الدولة دي، سبحان الله دخلناها.
بس زي ما قلت لكم كانوا اخدين جوازات السفر بتاعتنا عشان ما حدش يفكر يروح كده ولا كده. احنا هنروح فين بقى اولادنا والبهدله اللي احنا فيها؟ احنا عايزين نوصل مصر على خير وسلامه بعد 3 سنوات ونص غربه. يعني احنا مش ناقصين، احنا عايزين نوصل وخلاص، مش وقت يعني هنهرب ونروح فين؟ احنا مش ناقصين بهدله ونسيب يعني حالنا كده يعني، فالله المستعان. المهم بقى نزلنا فطرنا وفضلنا منتظرين، كانوا قايلين لنا الساعة 10، بعد كده 12، بعد كده قالوا هنمشي 2، بعد كده ما مشيناش غير بعد الساعة 4. رحنا المطار برضو ساعدونا، المفروض الطيارة هتطلع في ميعادها الساعة 6، برضو قعدنا ساعات زيادة، طلعت حوالي الساعة 8، 8:30 بعد العشاء. يبقى 8، 8:30 بعد العشاء اللي هو ده اصلا الفجر في مصر تقريبا. اخدنا بقى 12 ساعة، 12 ساعة، وبعد كل ده احنا لسه في بنما اللي هي اول رحلة. احنا ما خدناش من مشوارنا كله غير ساعتين من جواتيمالا لبنما، لسه من بنما لتركيا 12 ساعة، وبعد كده ترانزيت في تركيا، وبعد كده من تركيا لمصر كمان ساعتين، 2:30. فالله المستعان، يعني رحلة طويلة وشاقة جدا، بس الحمد لله على كل حال. هننزل زي ما قلت لكم، هنركب طيارة من بنما لتركيا 12 ساعة. قلنا ان شاء الله البنات ربنا يهديهم بقى يعني عشان ننام في الطيارة ال 12 ساعة معهم، اكيد يعني مش معقول يعني، وخصوصا ان احنا تحتنا محيط وفوقينا السماء. على فكرة احنا قاعدين في الطيارة، يعني اللي مركبش طيارة قبل كده بيبقى شايف السحاب تحته، فلكم ان تتخيلي معاكم اطفال وطيارة 12 ساعة، مش ساعة ولا 2 ولا 5، وتحتك محيط مش بحر، وفوقيكي السماء، فيعني المنظر مش لطيف ان انت تفضلي منتظره يعني. طبعا الحمد لله كنا بنشكر الله، كنا بنصلي في الطياره. وبالنسبه للرزان ملهاش سرير غير في الرحله الطويله بس اللي هي 12 ساعه دي. بيبقى لنا اكل، بس اكل يعني مش يدينا الطاقه اللي تقوينا على رحله زي دي، بيبقى اكل عادي جدا، عارفين زي اكل طفل كده، بيبقى حاجه بسيطه خالص، علبه مربى صغننه قوي دي، ورغيف عيش كده يعني. فاحنا هنا كنا كل ده احنا نازلين، المفروض ان احنا لسه في الفندق في بنما. هننزل في الفندق، تحت بيبقى فيه بوفيه مفتوح، افطار في افطار وغدا تقريبا، لكن ما فيش عشاء، هو افطار وغدا بس. فاحنا هنا هنروح وهنشوفه، يعني المكان بره جميل جدا جدا، ما كانش باين من فوق كمان يعني. احنا برضو يعني ما عرفناش مطعم مكان المطعم على طول، شوف احنا دخلنا فين، بس عشان برضو نشوف اماكن جميلة يعني. فسبحان الله، احنا دايما بنقول ايه، الله عز وجل دايما بيقدر لنا الخير يعني. شايفين المنظر، انت عارفين احنا لو فايقين زي ما بيقولوا هنقف وناخد صورتين للذكرى وكده، بس احنا ما كناش فايقين من كتر اللي احنا شفناه ومن كتر الجري اللي احنا شفناه يعني. بس سبحان الله يعني، رغم العسر اللي احنا كنا بنشوفه والصعوبات اللي كانت بتواجهنا، الا الله عز وجل كان بيسرها لنا بعدها جدا وبيعوضنا جدا يعني، الحمد لله. فالواحد كان نفسه يتصور في اماكن زي دي يعني، تقول ليه نودي ما خدتش صور في مكان زي ده يعني، تبقى ذكرى وكده. صراحة كنا على اخرنا، زي ما انا قلت لكم انا كل ده انا شايلة الرزان على بطني كده، وشنطة تانية على كتفي، وزوجي شايل شنطتين وغير ريتان، يعني ريتان مش ماشيه دايما، انتوا هتشوفوها يعني طول الفيديو عايزه تتشال. انا بقول لها يا توتة حاولي تمشي، بس في نفس الوقت هي تعبانه ما عادش قادره، واحنا ما عادش قادرين، فهي مظلومه واحنا مظلومين. هنا في المطعم انتوا شايفين الاكل، شويه زيتون، خيار، طماطم كده يعني. كنا هنا بقى بنتحاور، احنا فاكرين ان هم هيجيبوا لنا اكل، لا هو المفروض انت بتاخد الطبق وتروح تاخد الاكل اللي انت عايزه. فانا قلت بقى اجيب لكم حته من المطعم كده، شغل هادي هادي وراقي، انا بحب الاماكن يعني اللي ما فيهاش الوان كتير. رحت مطاعم كتير يعني بره، بس ده يعني تحسوه حاجه على التراث كده شويه، حاجه زي المتاحف الاثريه. فهو هادي خالص، هسيبكم تتفرجوا شويه وبعد كده نكمل كلامنا مع بعض. جمال الاماكن دي ان دايما بيبقى فيه حمام مجهز، اللي بيبقى فيه مكان كمان للبيبي، ان انا لو عايزه اغير لها مش هغير لها وهي قاعده يعني. رزان مثلا صغننه كان عندها 9 شهور، ايوه لان انا نزلت مصر على تطعيم 9 شهور. المهم فبنيمها وبغير لها وبظبطها، حتى في الفندق اعطيتهم دش محترم يعني واحنا معاهم طبعا.
كنا محتاجين جدا يعني بعد التعب اللي شفناه ده. الطيارة بفضل الله برضو كان الحمام قدامنا بالظبط. هتقولي يعني هي هتفرق في ايه يا نودي، يعني قدام بالظبط ولا غير بالظبط؟ شايفين كل ده؟ يعني احنا كنا في اهو بعد ما فطرنا قعدنا تاني انتظار، وبعد الانتظار اللي انتوا شايفينه ده وريتان نازلة عياط وتعالي بتقول لباباها تعالي وبتيجي تضرب في اختها شوية. كل ده كان انتظار، وبعد كده هنطلع نرتاح تاني في الأوضة وبعد كده ننزل لهم لما لقينا بقى الموضوع خلاص مطول. جوجو رجعي، النور جميل. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده ريتال هي خلاص ما عادش مستحمله انتظار، هي مش فاهمه اصلا حاجه، هي حاسه ان هي في عالم غريب وكل شويه في مكان مختلف وبتمشي كتير وبتتشال ومفيش نوم ومفيش راحه، فهي تعبت وتعبتنا معاها، فهي مش مدركه مهما فهمها. هنا بقى كنا طلعنا في الاتوبيس خلاص بقى راجعين للمطار تاني عشان نركب بقى طيارة تركيا. كان معانا يعني ناس، يعني سبحان الله، يعني الله عز وجل كان بيوقف لنا زي ما بيقولوا ولاد الحلال، يعني لدرجة ان واحد رتبة يعتبر يعني وقف معانا وقال لي بنتك عندها قد ايه، بس طبعا بالاسباني، وقال لي ان انا كمان عندي ابني صغير، وراح يعني فتح الصورة ورانا صورة ابنه وبيتكلموا معانا. كنا لما بنقف في الطابور كان يجي الضابط ياخدنا يطلعنا قدام عشان احنا معانا اطفال ما بيسكتوش، وخصوصا الريتان ما كانتش بتبطل عياط، فكان عياط باستمرار باستمرار باستمرار، فكان تعالوا تعالوا. و يعني احنا دلوقتي كنا راجعين تاني على مطار بنما عشان نركب لتركيا، ولسه بقى احنا معانا الشنط المفروض ان هي كانت بتبقى في الطيارة لغاية ما نوصل مصر، هما بقى من طيارة لطيارة ينقلوها. لا لما حصلت العطل بتاع الطيارة ده كل الناس كل الركاب اخدوا الشنط بتاعتهم، فهم اخدوا الشنط بتاعتنا واتوزنت من تاني وكده. بس سبحان الله لعله خير اخدوا الشنطة الزيادة اللي مكانوش راضيين ياخدوها دي، خلاص اتاخدت. احنا كده كنا خلاص في الطيارة اللي رايحة بينا على تركيا. مشكلة بقى طيارات تركيا ان هما ما بيتكلموش انجليزي ولا اسباني ولا عربي، هما ما بيتكلموش اصلا غير تركي. يعني حتى هتشوفوا دلوقتي معاناة زوجي هو بيتكلم مع المضيفة. زي ما قلت لكم طبعا هنا كان خلاص في سرير لرزان، الحمد لله ناموا شوية كويسين. من خلال الشوية كويسين دول كنا احنا نمنا، اللي هي دي تالت ليلة بقى، انتوا شايفين دي كان خلاص ليلة 3/8، لسه في ليلة 4/8 كمان. لان احنا هنوصل تركيا وهنقعد شوية حلو. انتوا شايفين كان الوقت المتبقي 4 ساعات الا ربع، 4 ساعات الا ربع دول من 12 ساعة. وزي ما قلت لكم الشاشة دي بنقدر نشوف منها يعني الرحلة باقي فيها قد ايه ومشينا قد ايه وكده، يعني بيبقى جايب لنا المسافة والدول كمان اللي احنا بنعدي من عليها، وبيجيب لنا التوقيت في المكان اللي احنا طالعين منه والمكان اللي احنا رايحين له. زي ما انتوا شايفين كده ان احنا ماشيين ازاي على الكرة الارضية كلها يعني ما شاء الله. فمشكلة تركيا يعني انتوا شايفين تركيا من انظف المطارات اللي دخلتها، حاجة نظيفة جدا جدا وجميلة جدا جدا، بس المشكلة ان هم مش بيتكلموا غير تركي، قليل جدا حتى لو لقيتي حد بيتكلم انجليزي. المضيفة نازلة كلام 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 بالتركي، وزوجي مش بينطق غير اسباني. طب اقول له يعني بدل ما تقول نينيا يعني طفلة اقول شيلدرين اطفال مثلا بالانجليزي يعني، فهو لسانه مش عارف ينطق غير اسباني، وهي شغالة هو تركي بس.
فدي المشكلة اللي واجهتنا. هتشوفونا دلوقتي احنا هننزل على مطار تركيا، هي دي المعاناة بتاعتنا. حتى واحنا بنشتري السندوتشات في مطار تركيا حصل لخبطة في الحساب، ما عرفناش نكلمهم. يعني احنا هنقول لهم ازاي ان احنا لسه لينا اكل تاني، احنا دافعين اكتر من كده، ما احناش عارفين، فراح علينا فلوس، انتم متخيلين. فهنا بقى كنا خلاص احنا كده فوق ارض تركيا، احنا كده خلاص على وصول، بدأنا نهبط. والمشكلة بقى في الهبوط والصعود ان احنا المفروض نلبس الحزام، وريتال زي ما انتم شايفين كده سايبة الكرسي بتاعها ومش راضية تلبس الحزام، والمضيف ما عندوش تفاهم في النقطة دي. كده احنا خلاص كنا وصلنا اسطنبول، وصلنا تركيا، بس كنا اول مرة ننزل على سلم طيارة بالشكل ده. احنا دايما بيبقى داخلي من الطيارة كده للمطار جوه على طول بطريقة معينة، الناس اللي سافرت ممكن تكون عارفاها، لكن اول مرة انزل على سلم بالشكل ده. ونزلنا في مكان بس هناخد اتوبيس عشان ندخل جوه المطار، عشان نوصل للمطار تركيا. يعني ده المفروض ان احنا كنا الصبح تقريبا، لسه بقى هنقعد ترانزيت كام ساعة، كان وقت طويل اعتقد. وهنركب لمصر الساعة 12 بالليل، وهنوصل 2:30 بالليل اللي هو ليلة 4 أغسطس. لو انا بتكلم كتير، انا قلت من الاول ان الفيديو طويل فسامحوني، وانا حابة اعرف الناس تفاصيل عشان لو حد سافر او لو حد حس ان سفره كان صعب قبل كده يعرف ان في معاناة ناس تانية، واكيد في ناس ممكن تكون جربت اصعب مننا. ففي كل الحالات الحمد لله على كل حال، وكل حاجة بنمر بيها في سفرنا او غير سفرنا وكان صعب بيبقى الحكمة الله وحده يعلمها. فاحنا هنا كنا خلاص ركبنا الاتوبيس عشان نوصل لمطار تركيا، والطيارة زي ما انتم شايفين احنا نزلنا بالشكل ده، فدي كانت اول مرة تحصل معايا يعني من يوم ما سافرت. هنا كنا وصلنا مطار تركيا، ريتال نايمة على الارض ورزان بقى خلاص صحصحت زي ما انتم شايفين كده وعمالة تلعب. وانا في اللحظات دي كان النوم كلمة قتلني شوية، يعني شفت واحدة على قصادي مركزة معاها، وانا كل شوية بنزل راسها على الهوا كده، انتوا فاهمين لما النوم يحط عليكم. فانا هنا كنت ميتة النوم بمعنى الكلمة، كنا جعانين وهو عايزين ننام وكل حاجة بقى، خلاص دي رابع ليلة كده. فمطار تركيا شايفين جماله، وهتشوفوا لسه الدقايق اللي جاية انا مصوركم مقطع كويس في من داخل المطار. يعني تركيا جميلة جدا ونظيفة جدا جدا اللهم بارك، بس المشكلة زي ما قلت لكم ان هم بيعتزوا باللغة التركية شوية. يعني المفروض مثلا، يعني مثلا على الرغم انا اولا مش معايا انجليزي كويس ولا حاجة، هي مجرد كلمات، لكن انا الحمد لله لحد ما بعرف اتواصل من خلال اللغة الاسبانية. بس حتى الانجليزي اللي هو اللغة السائدة اللي هي تعتبر اللغة الاولى على مستوى العالم، اللي هي العامة اللي بنستخدمها في كل مكان، مش موجود عندهم، فدي مشكلة. حتى برضو اعرف ان مطار فرنسا برضو معتزين باللغة بتاعتهم، مش بيحبوا يتكلموا انجليزي، بس ده مش صح. يعني انتوا عايزين تشهروا اللغة بتاعتكم بس ده مش صح، يعني احنا هنعمل ايه؟ يعني زي ما قلت لكم كده، شايفين الجمال ما شاء الله اللهم بارك، المطار بيلمع جميل جدا جدا. احنا واحنا رايحين كنا رايحين على خط المانيا، كان جميل جدا برضو، بس كان فيه المسجد، ويعني كان فيه المسجد والكنيسة والحمامات وكان فيه كل حاجة، بس كنا بنعرف نتواصل. هنا في تركيا يعني اجمل واجمل، بس مش عارفين نتواصل خالص معاهم من خلال الكلام. في تركيا بتلاقي ناس كتير بتتكلم عربي، فممكن لو حد بيعرف فيهم بيتكلم تركي تقدر تخليه ان هو يساعدك في حاجة. كمان موضوع النت على كل جواز سفر ليكي ساعة واحدة بس، فاحنا الحمد لله كان معانا 4 جوازات سفر عشان انا وزوجي والبنتين، فاحنا مش هنروح نقطعهم مرة واحدة، لا يعني بعد كل ساعة احنا محتاجين نفتح نت ونروح ندخل الجواز السفر نفسه وبنفتح ساعة. فانا عملتها مرة وانا وزوجي، وكان معانا 2 لسه، فواحد كان محتاج عطيناه يعمل بواحد منهم، وما احتاجناش تاني لان اصلا كان حاصل مشكلة تاني في الورق بسبب الخطأ في بنما. فزوجي كان اخد معاناة طويلة جدا 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 بسبب برضو ان هما مش بيتكلموا اسباني ولا انجليزي ولا عربي، فكانت معاناة. يعني معرفش بقى نزل كلمهم بالإشارة ولا، المهم اللي هو اتأخر جدا، وانا كنت بسقط من البنات، ريتان نامت ورزان بقى مصحصحة، وانا نفسي انام جدا جدا مش عارفة. من هنا بقى جالنا خبر وحش في تركيا، خبر وحش جدا يعني، بس زوجي ما رضاش يقول، بس انا حسيت وقلبي كان حاسس.
بنت عمتي اللي هي في نفس الوقت بنت خالي، اللي هي في نفس الوقت اختي في الرضاعة، قدي اكبر مني بشهور بس، قال ان هي تعبانة جدا جدا وبين الحياة والموت، ويا ريتها تموت اريح لها. فقلت له حرام عليك ما تقولش كده، وربنا يشفيها ويعافيها، ما توجعش قلبي عليها وكده. فهو كان بيقول لي كده عشان هي اصلا كانت ماتت. فدي يعني انتوا شايفين كمية المعاناة، يعني بعد 3 سنوات ونص غربة ومنتظرة اللحظة اللي هوصل فيها واخد ماما واخواتي واهلي كلهم في حضني، وكمية المعاناة اللي شفناها في السفر والبهدلة اللي شفناها واللي لسه هتشوفوها معايا في الفيديو، يعني الله المستعان. وكمان انزل على خبر زي ده، انتوا متخيلين ان احنا دلوقتي ماشيين هنوصل لمكان الطيارة، وبعد 2 3 ساعات هنوصل مطار مصر، وبعدها بكام ساعة هنكون في البيت، وأختي في الرضاعة متوفية، وبدل ما هتكون فرحة وأهلي متجمعين عندي عشان يقابلونا، لا في عزا وفي حزن، وناس لابسة أسود في أسود وناس بتعيط. فلكم أن تتخيلوا الناس اللي بتقول لي أنت يا نودي ليه بقالك كتير ما بتنزليش وليه مختفية. أولا أنا بشكر كل الناس اللي كانت بتسأل عني، سواء واتساب أو ماسنجر أو حتى اتصال أو حتى في الكومنتات، والله العظيم أنا مبسوطة جدا وبشكركم جدا لكل الناس اللي كانت بتدعي لي، بس ظروف كتير هقول لكم لسه عليها. فدي كانت من ضمن الظروف. وكمان لما وصلنا بناتي أصلا ما كانوش بيشوفوا حد، وفجأة لقوا نفسهم في وسط ناس كتير جدا، فبقوا يعيطوا كتير، ما كانوش بيروحوا لأي حد، كانوا تعبني وكانوا مبهدلني أكتر من الأول لما كنت لوحدي برا، لكن أخدوا وقت على ما أخدوا على الناس. كمان نزلت رحت شفت أختي في الرضاعة وهي بتتغسل، ويعني انتم متخيلين لما أوصل زوجي مرضاش يقول لي، خلى أخته هي اللي قالت لي. طبعا انهارت غصب عني، يعني جاي على خبر زي ده. لبست عباية سودة ورحت العزا، طبعا شفتها وهي بتتغسل، وشفت مامتها واخواتها وشفت العيله كلها، وشفت ماما منهاره وتعبانه جدا، لان ماما كانت اصلا مرت بكذا حاله وفاه في مده قصيره، يعني اخوها وبنت اخوها وبنت عمها، كل ده يعني في مده قصيره خالص، فكل ده كان صعب عليها. فانا شفت ماما، يعني انتوا عارفين زي ما بيقولوا الدنيا اسودت في وشي، انت متخيلين كل دول كانوا قاعدين منتظريننا، وبنت خالي اصلا كانت في العناية، وبعد كده جالهم خبر موتها. فالكل بعد ما كان عندي وقاعد ومبسوط، الكل لبس اسود وبقى في العزا. فده كان حاجات صعبة عليا ان انا يعني اشوفها بعد 3 سنوات ونص غربة، واول مرة يشوفوا بناتي، وانا اول فرحة انا وزوجي في العيلة، اول 2 في العيلة يتزوجوا كمان باولادهم. يعني شوفي انت كنت متخيلة المقابلة هتكون ازاي، ولحظة وصولك وسلامك على أهلك هتكون إزاي، وفجأة تيجي تلاقي المنظر ده قدامك. فالله المستعان. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته وجميع موتى المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. كمان بعد كده تغيير الجو عمل معنا واجب محترم، أنا وزوجي وبناتي تعبنا جدا، إحنا جايين من جو جميل يعتبر معتدل، وجينا في جو نار. أنتم متخيلين يعني ما تبقي دايما في جو معتدل وفجأة تيجي في جو يعني حر نار، او بداية 8، وانتوا عارفين طبعا مصر كانت عاملة ازاي في الصيف. احنا دلوقتي ايامنا جميلة خالص بفضل الله يعني، فكانت ايام نار، مش مستحملين الشقة، وبقينا يعني طول ما احنا قاعدين حرانين هنموت، وطبعا كل الناس، بس اللي كان موجود في الحر من الاول غير اللي كان موجود في جو معتدل وفجأة يجي في جو حر، فاهميني؟ فالامر كان صعب جدا، ورحنا كشفنا بدل مره 2 و3 و4، وما زلنا يعني الحمد لله على كل حال، ربنا يشفي كل مريض يا رب. احنا كل ده لسه هنركب طياره تركيا، ومن هنا هتشوفوا ريتال برضو بتعيط وبتصرخ وبتجري، فالله المستعان. المشكله ان احنا كنا عاملين مسحه في جواتيمالا، ولما وصلنا مصر طبعا انتوا شفتوا اللي حصل، كان عدى 3 ايام وهو المسحه اخرها 3 ايام، فعملوا لنا مسحه تاني في المطار اللي هو تحرير كورونا، وانتظرنا لغاية ما التحليل طلع، وطبعا استنينا العربية اللي كانت هتجيلنا. فالمفروض ان احنا كنا مثلا هنوصل على 5 الفجر مثلا، وصلنا البيت تقريبا 8 8 ونص كده الصبح، اللي هو كان خلاص باقي عدفنا وقت قصير، كانت اختي بتتغسل وخلاص يعني.
فطبعا يعني في نفس اليوم والدتي راحت كشفت، بقت يعني ناس بيغمى عليها وناس بتتعب، ويعني كانت حالة يعني من الحزن شديدة جدا. وفي نفس الشهر حصل حالة وفاة تانية برضو في العيلة، فالله المستعان. يعني ده سبب غيابي عنكم للناس اللي كانت بتسأل عني، وبشكركم تاني وتالت وعاشر، وجزا الله خيرا كل من سأل عني وكان بيدعي لي. فأنا مش عارفة أشكركم إزاي، والله أنا مبسوطة جدا جدا، وناس ما كنتش أتوقع إنهم أصلا متابعيني ويسألوا عليا ويقولوا أنت ليه مختفية. أنا طبعا مش عايزة أقول أسماء حد عشان ما أنساش حد والتاني يزعل، فأنا بشكركم كلكم من قلبي، يعني أنتوا فعلا إخواتي في الله. وأسأل الله عز وجل إن هو يجمعنا في الفردوس الأعلى جميعا يا رب مع النبي صلى الله عليه وسلم. بجد مش عارفة أشكركم إزاي، مبسوطة جدا جدا إن أنا يعني كنت سبب في إسعاد حد، وإن أنا فعلا يعني إن في ناس انتبهت لعدم وجودي ولغيابي، فأنا مبسوطة جدا والله. يعني جزاكم الله عني خيرا، مش عارفة أشكركم إزاي يعني، بس ربنا يجزيكم عني خير الجزاء. زي ما انتوا شايفين كده كل ده كنا لسه داخلين هنتفتش تاني ونقف وكده، وهتشوفوا لحظة جميلة جدا جدا وإحساس جميل جدا جدا لما كنا خلاص فوق مصر بالظبط كده، والطيارة بتهبط. لحظة الوصول كانت لحظة جميلة جدا جدا، قلب اتحرك لها وحسيت بحنين غريب جدا. والله يا أحبابي يعني مهما كانت بلدك فيها مشاكل أو صعبة شوية عشان الأسعار، صعبة شوية في أي ظروف، لكن قلبك بيحن لها. مفيش بعد الوطن، الوطن غالي جدا، ومفيش حد هيقول كده غير اللي اتغرب وحس بمرارة الغربة وشاف الصعوبات اللي فيها. مهما كنت مترفه بره ومهما كانت ظروفك كويسة بره، لكن قلبك دايما هيحن لبلدك، وهتحس ان مصر دي وحشاك، وان انت عايز ترجع تقبل ارضها. فبجد نعمة الوطن نعمة جميلة جدا، ما تبصوش لنفسكم، بصوا لغيركم اللي هو مش لاقي له مكان يقعد فيه. يعني في ناس طلعت من دول بسبب الحرب والمشاكل اللي بتحصل فيها ومش لاقيين مكان يستقروا فيه. انتوا متخيلين احنا معانا ناس بره، يعني برضو في جواتيمالا، يعني لو لا قدر الله في اي لحظه قالوا لهم امشوا بقى اطلعوا من جواتيمالا هيروحوا فين؟ ما عندهمش وطن يرجعوا له. لكن احنا مهما حصل احنا لنا وطننا يرجع لنا، لنا بيتنا واهلنا واحبابنا. زي ما انتوا شايفين كده احنا كنا خلاص، طبعا دي طيارة تركيا اللي بتودي على مصر، فاحنا بنقول دي طيارة مصر. بالتالي لو تلاحظوا بقى من هنا بدأت تسكت وتهدى، خلاص بقى داخلة وعايزة تدخل على الكرسي للشاشة على طول، هي خلاص حفظت ان في شاشة وكرتون وكلام من ده. فيعني ما شاء الله، يعني حتى شوفوا سبقتنا ودخلت على كرسي من نفسها، هي مفكرها اتوبيس اللي يدخل يقعد في اي مكان يعني. فاحنا طبعا هنقول لها يلا يا تودا ده مش مكاننا، اهو شايفينها قاعدة ازاي، فاحنا هنقول لها لا يا تودا مكاننا لسه ورا. وسبحان الله قدر من كده اغلب مكاننا بيكون عند جناح الطياره، حتى واحنا لما سافرت انا وزوجي بس من 3 سنين ونص، سبحان الله يعني كنا مسافرين عرسان راجعين بطفلنا، اللهم بارك يعني ربنا يرزق كل مشترك يا رب. التربيه صعبه جدا والسفر صعب جدا جدا جدا، اسال الله عز وجل ان يجعل السفر ده في ميزان حسناتنا. طبعا الفيديو المفروض كان نزل بدري جدا جدا عن كده، بس زي ما قلت لكم على الظروف، سواء صعوبه السفر سواء حالة الوفاة أو حالتين الوفاة، وسواء التعب، يعني احنا كلنا سخنا وتعبنا، وحتى زوجي اهو سافر من حوالي اسبوعين وبرضه تعبنا تاني انا وبنتي من حوالي اسبوع. فاكرين بس اخر بث مباشر نزلته ده انتوا قلتولي شكلك مرهقة او كده، بعدها تاني يعني يومين ثلاثة بس كده، وكنا احنا الثلاثة انا وبنات الاتنين رحنا اكتشفنا وكنا تعبانين جدا. يعني الحمد لله على كل حال بقينا احسن دلوقتي. اللي مزعلني ومزعل نفسيتي شوية، الناس كلها تعبانة، الناس كلها مهمومة، انا ما بروحش لحد غير وهو بيشتكي من الماديات ومن الصحة، يعني كل واحد تعبان بحاجة. فمحدش يزعل على حاله، يعني هي دنيا مش جنة، هي دار ابتلاء وكلنا تعبانين وكلنا عندنا ظروف، كل واحد اخد رزقه في شيء، فمحدش يبص للتاني على حاجة تانية. ممكن الناس تقول دي هند سافرت واتجوزت وخلفت، بس انتوا ما تعرفوش الجانب السيء في حياة هند. فكل واحد عنده حياة فيها الحلو والوحش، فانت بص للي اقل منك عشان تحمد ربنا. والحمد لله على كل حال، وهسيبكم عشان لحظة الوصول لما الركاب كلهم سقفوا، كانت لحظة جميلة جدا ساعة ما وصلنا مصر.
هسيبكم عشان تسمعوها وتشوفوها بجد. يعني كان احساس جميل جدا، دموع كانت عايزه تنزل بس انا قلبي كان حاسس، انا كانت اعصابي بدات تتعب وعماله اقول لزوجي انا قلبي وجعني من قبل السفريه والله، وانا كنت بقول له قلبي وجعني ومش عارفه حاسه ان في حاجه. فانا مش بقول يعني ان ده تشاؤم، لا انا مشكله عندي، يعني كان في احساس بالخوف عندي، فهو زوجي كان خايف ان انا اكون خايفه من السفريه لحاجه يعني لا قدر الله هتحصل. فبقيت اقول له يمكن قلبي كان وجعني بسبب اللي حصل يعني العطل وكده، لكن الحمد لله على كل حال هو بسبب العطل والمشاكل اللي حصلت في السفر وبسبب وفاة اختي الله يرحمها. رجاء منكم تدعوا لها، فضلا منكم تدعوا لها، هي كانت حد طيب جدا جدا جدا، كان لها ظروف خاصة من صغرها، هي في سني ما تزوجتش، تعبت كتير جدا جدا في حياتها وشافت معاناة كتير جدا، وربنا رحمها لأنها كانت تعبانة جدا جدا، يعني ربنا يرحمها ويعوضها في الجنة يا رب، ربنا يعوضها في الجنة. ففضلا تدعو لها وتدعو لجميع أموات المسلمين، وربنا يربط على قلب مامتها بالخصوص لأنها تعبانة جدا ومتأثرة جدا جدا، ففضلا تدعو لمامتها بالصبر وإن ربنا يربط على قلبها ويعوضها خير يعني في بقية أولادها. فمش هطول عليكم، هشوفكم بقى وانتوا بتشوفوا لحظة الحنين. هنا كنا خلاص كده داخلين على مطار مصر، كنا على الأسفلت خلاص وداخلين على المطار. خلتني مسكت دموع. هنا بقى كنا خلاص العربية اللي أخدتنا من المطار وخلاص رايحين على البيت عشان نشوف القدر، فالله المستعان والحمد لله على كل حال، وربنا يعوضنا كلنا خير يا رب. مش هطول عليكم أكتر من كده، كفاية جدا ده كان اختصار لـ4 أيام. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.